يقارب 80 برلمانيا من حول العالم حلوا بمدينة الداخلة لاستكمال فعاليات الجلسة 10 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام. بعد اجتماعات هيئة مكتب ولجان البرلمان الدولي للتسامح والسلام وجلسته العامة 10 بمجلس النواب المغربي، فعالية الجلسة 10 تختتم بمدينة الداخلة التي أرادها الحضور مدينة للتسامح والسلام للعام 2022. مدينة الداخلة المغربية مدينة متميزة بحبها للحياة وحبها لنشر ثقافة التسامح والتعايش، وأن يكون الشعب المغربي على يبسط رؤيته على كل أرضه من بوابة الحوار والسلام والمحبة والتسامح، ليستفيد منها أو لتستفيد منها كثير من الشعوب، خصوصا إذا كنا نتكلم عن إقليمنا في المنطقة شمال أفريقيا أو غرب أفريقيا والعالم بأسره، خصوصا بأن ما يجمعنا هو الخير وما يجمعنا هو السلام. من مشارب مختلفة ودول تمثل جل القارات، أشاد الحضور بالتجربة المغربية في إشاعة السلم والتسامح عبر العالم وفي القارة الأفريقية على وجه الخصوص. وفي الجلسة الختامية اتفقوا على ضرورة العمل الدولي المشترك والتعاون البرلماني على مختلف الأصعدة الدولية من أجل تعزيز ثقافة التسامح والسلام والمحبة والإخاء والتعايش السلمي في مختلف مجتمعات العالم. المهم في مدينة الداخلة هو ثلاثة ديال العناصر الأساسية. العنصر الأول هو تم الاتفاق على إعلان مدينة الداخلة مدينة عاصمة العالم للسلام لسنة 2022. الموضوع الثاني هو إحداث سلك دراسي بالكلية بمدينة الداخلة اللي غادي يدار فيها الماستر والدكتوراه في قضايا السلام والتسامح. والعنصر الثالث هو توقيع اتفاقية وإحداث مكتب لهذه المنظمة بمدينة الداخلة، التمثيل ديالها في مدينة الداخلة واللي غادي يكون كيغطي دول غرب إفريقيا. وشكل حضور البرلمان الدولي للتسامح والسلام بمدينة الداخلة، والذي يعتبر أحد أبرز البرلمانات الدولية المختصة في نشر قيم التسامح والسلام، فرصة للوقوف على الأوراش الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة والتي تضع في صلب اهتماماتها تحسين ظروف عيش الساكنة. البرلمان اللي حضر معنا اليوم في الختام كفاعلين من المنطقة عندنا مداخلة من أجل باش يتعاونوا معنا من ناحية الترافع عن قضيتنا وعن دعم الحكم ديالتي اللي هما برلمانيين وكيحضروا في هذا المتقاعد الدولية وهذا السلم والسلام اللي الحمد لله كاين مقبلين قالوا عن دورة أخرى بجنوب إفريقيا، ونحن كوحدويين وصلنا لهم رسالة باش الرسالة تلحق العالم كامل. وفي أعقاب الجلسة الختامية للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، وقع رئيس مجلس النواب والبرلمان الدولي للتسامح والسلام باعتباره أحد أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات التسامح والسلام.